السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديالنا ديال اليوم كي كتشوفوا عندنا الراندا ديال الحصيرة، هي هذه غادي نرشمو فوق منها. يعني غنشارك معكم الطريقة كيفاش غنرشم. هذه هي الرشيمة ديالنا ديال اليوم بالنسبة للبنات اللي كيبغيو رشيمات خفاف، هذه وحدة منهم. تقدروا بالنسبة لكم نتوما لما كانتش ما بغيتوش ديروها في الراندا، تقدروا ديروا وحدة هكا هنا وحدة هنا، حتى هي خفيفة وزوينة. بالنسبة لينا حنا غنديروها هكا وسط الراندا. كي كتشوفوا ها هي قطعتها العبار، ها هو غير شويه هنا هذا، قطعتها العبار ديال هذا هكا من هنا باش نحطها بحال هكا على الرشيمه ديالنا على الراندا حصيره، عاد نرشم عليها ان شاء الله. غنشارك معكم الطريقه، وهذه كفكره بالنسبه لبزاف الاسئله كتجيني على بغينا رشيمات خفاف، هذه وحده منهم. وغنشارك معكم كل شيء ان شاء الله. المهم بالنسبه لهاد دابا غنشارك معكم هي الطريقه كيفاش غنرشموها، غنشاركها معكم مرحله بمرحله. ها هي نهزو هذه بحال هكا، تنديرو بابي كاربون، حاولوا نديرو هكا على قدها بحال هكا على قد الرشيمه ديالنا باش هكا، ونديرو الرشيمه ديالنا بحال هكا. كنحاولوا هنا نقادو مزيان لان باش تجينا الرشمه مقاده وسط الراندا ديالنا. هاكا غنثبتوها بالفنيت. ها هي من بعد ما درت ليها فنيتات غير هنا وهنا، ها هي كي كتشوفوا دابا من هنا كنتاكد بلي الرشيمه ها هي ديالنا على حد هادي على حد الراندا بحال هكا. كدائما كتبقاوها كتقادو ان اول مرحله هي الرشيم، وبالنسبه لهنا غندير لها بحال هكا على حد الورقه بحال هكا باش نشوف واش الرشيمه ديالنا على هكا على حساب الراندا بحال هكا. نقادو هادو هكا بالله، دابا هكا غنحاول ان نتاكد بلي راه كلشي عندي مقاد، كلشي هذاك عاده باش نرشم هكا. كتقادو الرشيمه باش تجي مقاده وخا الفنيت هكا صافي. دابا غندير بلاستيكه فوق منها باش نحافظ على الرشيمه ديالي مده طويله، لان على حساب تقابي ديال الراندا نقدروا فاش نبغيو نوركو بحال هكا باش تخرج لينا الرشمه تقب الرشيمه. داكشي علاش غنحاولوا اننا نديرو بحال هكا. تاكدوا بدا مزيان هي الرشيمه ديالنا كلها. ودابا على بركه الله غندوز انا غنعاود عليها بحال هكا كتشوفوا كامله، كنحاول اني نورك باش الرشيمه ديالي تخرج كامله بحال هكا. ها هي ندوز عليها كامله. اللي ما بغاتش دير هاد البلاستيكه تقدر دير عليها سكوتش ممكن نوركو هكا. غنشارك معكم في هاد المره هكا وسط الراندا، وفيديو جاي ان شاء الله غنشارك معكم كيفاش ترشمو جنب الراندا. وعندي فيت شاركت معكم ولكن ما فيها باس نعاودوا معاكم. هكا كندوزوا على الرشيمه ديالنا كامله. هكا كنوركم مزيان باش كي قلت لكم الرشيمه ديالنا كتجي واضحه وتجي مقاده، تجينا باينه باش تعاوننا حتى في الخدمه. كي قلت لكم هاد نفس هاد الرشيمه هادي راه تقدروا ديروها هكا في الجناب كاع، ما بغيتوش نتوما ديروها وسط الراندا، وتقدروا ديروها حتى بلا راندا هكا. نفس الطريقه هادي اللي غنخدم معاكم اللي غنخدم معاكم في التطبيق ديالها، تقدروا ديروها وديروها بلا راندا، غنطراسيوها بالعقيق. نفس هاد التطبيق اللي غندير معاكم فاش غنخدمها انتوما غتشوفوه معايا ان شاء الله، غير نتوما غديروه بلا راندا، غديرو غير فوق التوب نيشان، ما محتاجينش تكون عندكم الراندا. بالنسبه هذيك اقتراح بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش الراندا، كيعرفوا غير ينبتوا عجبهم الموديل، هذاك اقتراح باش ما نطولش عليكم الفيديو. انا غنكمل الرشيم ديالها كامل ونرجع نشارك معكم كيفاش خرجات. ها
هي من بعد ما كملتها كامله كي قلت لكم باش الفيديو ما يجيكمش طويل، ها هي كملتها دابا كامله. غنحيد قدامكم ان شاء الله، حيدوا الفنيت هما الواله. بسم الله تي حيدوا الرشيمه ديالنا، راه هادشي ها انت واخا درت لهذاك، لان مع الراندا دوك التقابي كلهم حتى ها هما حتى في بابي كربون شي، يعني ضروري من هذا باش تبقى الرشيمه شويه. وها هي الرشيمه ديالنا، ماشي مشكل، نسيت غير هاد البلايصات انا نسيتهم، ماشي ما خرجوش. ها هي الرشيمه ديالنا خارجه كيف ما بغيتها، بحال هاد البلايص راه المهم كيوقع بحال هادشي نسيتهم، رانا نعاودهم عندي ستيلو ماشي مشكل. وهذه هي الرشيمه ديالنا كي قلت لكم، راه رشيمه زوينه وخفيفه وكتجي انيقه. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم، وتسناوني في التطبيق ان شاء الله، غيكون تطبيق موديل المهم الوان زوينه صيفيه، الناس اللي كيبغيو اللوينات هكا والتناسق الالوان. وان شاء الله نتمنى هذا الموديل حتى هو يعجبكم وينال استحسانكم. اللي كتشوف القناه لاول مره تابونا وتفعل الجرس، دائما الجديد ان شاء الله كنوعدكم اني غنجيب لكم الجديد ديال الجديد دائما. تسناونا وتابوناو وفعلوا الجرس، والمشاركين والمشاركات اللي معنا من بدايه القناه، انتم راكم مالين الدار، غير ما تنساوناش من لايكات. وشكرا بكم من بعد الله سبحانه وتعالى، انا مازال كنتشجع ومازال بفضل انك التشجيعات ديالكم مازال غنزيد نعطي. وشكرا لكم، ما تنساوناش من لايكات، وحتى ما تحرموناش من الاراء ديالكم في الكومنتات، حتى بيهم باش الفيديو كيزيد يطلع وكيشوفوا عدد كثير. ولهاد الساعه كنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو جديد، وانتظرونا مع التطبيق ما تنساوش التطبيق، غيكون شي حاجه الروعه.